أسألك عن هدف قوقية بكل صراحة، شفناه أكثر من مرة بالإعادة لكن ما واضح عندي، يعني عدم محاولة محمد حميد أم الكرة كانت ما قوية؟ اتوقعها محمد حميد، لان هو اعتمد على الخط الدفاع والجدار، ف يعني ما كان متوقع 100% انه حيلعبها بهالشكل، لكن يتوقعات. فالحارس يعني ما نقول عليه يعني تلكئ بعض الشيء، لو رايح فتره اسرع ممكن كان يحصل. شلون شفت الهدف كابتن؟ والله يمكن احنا اتفقنا ثلاثه، لانه يعني يتحملها كابتن محمد حميد وطبيعيه هاي، يعني اي حارس تمر عليه، لكن يعني لا سوى محاوله عليه لا قفز، يعني وكانما بس تفرج عليها. يعني استغربنا حقيقه، استغربنا اولا هي بعيده يعني، ومو مثل حارس مثل محمد حميد يدخل عليه هيك هدف. هاي نقطه. النقطه الثانيه استثمر القسم المهم في اسلوب اللعب كابتن عصام، اللي هي الكرات الثابته، استثمرها صراحه وصار الهدف. لكن انا ارجع واقول يعني صراحه واتاسف ان اتكلم هذا الكلام، انه صار عبث في تغيير مراكز اللاعبين. يعني شفنا بايش لعب ارتكاز ويا حيدر عبد ويا سعد عبد الامير، بعدها تغير الاسلوب من ثلاثة او خمسة الى اربعة، لعب بايش مدافع يمين، اجى النوب نزل يوسف فوزي، مصطفى وليد بدل ما مدافع يسار شفناه بالوسط، يعني قعد القوة الضاربة بالهجوم مصطفى سعدون قعده، مهند تأخر بتبديله يعني